سيدتي وسادتي، وحتى يقام لصلاة الفجر نبقى مع آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
الحكيم يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن وسع قبورهم بالقرآن لكنهم حجتهم بالقرآن يسر حسابهم ببركة القرآن أدخلهم الجنة ببركة القرآن يا حنان يا منان يا الطول والإنعام احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم. دعوناك كما أمرتنا يا الله فاستجب لنا كما وعدتنا يا الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. الله أكبر الله أكبر. الله وبركاته.